يا ويلك من صلاح. ليه؟ يلا تهندق، قال ليش يصير عني؟ دقيت علي تحت. انت ليه؟ انت ليش صرت انا؟ محتوى بنزل اخر انا نازل الساعة 10 ونص. تعال تعال. جاي لي الساعة 11 كده. تعال اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بصباح الخير. لا قمر والله العظيم. وين قمر؟ قمر بالستر. السبب معك والنبي استاذ محسن. بعد اقول لك شو تريقته؟ انا زي كل يوم جبنا فوق ولانشون وهو بدك صلاح كده كان عايز بيض قلت له لا ما تاكلش بيض النهارده. ايوه. قام حسين. ايوه. شانوط. روح. روح. افتحها ايه؟ وين خليتني في هالظلمي؟ كان ظلام. صلاح شو تريقتوا؟ بيت كل يوم كل يوم بيت؟ ها؟ يا ربي ما كذبت يا صلاح. انزين انزين كمل كمل يعني بتسوي شيء ما تسوي من خاطرك؟ يلا يلا صلاح حبيبي دلة البارحة هذه. الحين بلج من الدلة صلاح. احب اسوي دلة جديده. تعال اسد ليش تعطيه بيض؟ ما ابي بما انا اكل بيض. وبصراحه شو كان؟ صراحه كومبلكس. كومبلكس؟ تعال شو سالق راسه؟ طايح؟ ابوه ابوه هذا؟ هي ابوه بول وليدك. زين. بول تح. شوية. انت وحين شو هذا شو زال غراسك؟ وريني اوعى بعد طايح؟ لا 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 تعال ده ايه اللي في دماغك؟ لا هذا شو اسمه هذا لا 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 اسد شو زال غراسه صلاح؟ راس؟ هي متى؟ بالليل الساعة 2 اخ عليك يا صلاح ابوه ابوه جدي ابوه انت تبول من راسك؟ بس صورة صورة لي ده ماله بل البول شو دخل؟ دخل في البول. يا ربي يا صلاح اشوف تعال. اشوف تعال. ما في شوية. صدق والله؟ ما في شوية. زين لا تحط لزقة خليه. بس بابا إذا بالليل أنا أقول شوي نوم إذا يجي هذا الدم ما يجي بس. هذا؟ هي. أبوك دي بول وليدك. زين. دي 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 بول تح. شوية. انت وحين شو هذا شو زال غراسك؟ وريني اوعى بعد طايح؟ لا 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 تعال ده ايه اللي في دماغك؟ لا شو اسمه هذا لا 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 اسد شو زال غراسه صلاح؟ راس؟ هي تخ متى؟ بالليل الساعة 2 اخ عليك يا صلاح ابوه ابوه جدي ابوه انت تبول من راسك؟ بس صورة صورة لي ده ماله بل البول شو دخل؟ دخل في البول يا ربي يا صلاح اشوف تعال اشوف تعال ما في شوية شوية صدق والله؟ ما في شوية زين لا تحط لزقة خليه بس بابا إذا بالليل أنا أقول شوي نوم إذا يجي هذا الدم ما يجي بس يلا يلا ايه غسل غسل الدلة اغسل الدلة لا لا ولا غسل الدلة هاي الكهرباء يا الله كيف فتاي وين فتاي جايب على قلبي انت خاد من الفتاي صارت البيض وجايب لي هذا انا ناس وفي فاي البرنامج اليوم بيكون حافل حافل شيء عندنا مكانين وايد مميزات البارحيان الخبير مسمينه خبير تايلند هذا هو اللي حببني في تايلند من هالبوظبي الله يبارك فيه كان وما زال صديق من يوم أيام الطفولة ويعني الله يحفظه هو مشاغل الدنيا عنده وهذا هو غير في لقاء بينه وبينه يمكن في السنة حسنة وعاده وهو أنا مسمي الخبير تايلند هو اللي حببني في تايلند من عقب أنا ما كنت باغض إنها بغض الدم في الجدم كنت باغض انها بغض الدم في في الجدم ولا دانيها بعيش الله تايلند ومن يوم عرفني على تايلند هو بطريقته الخاصه الله وكيلكم تميت احب حتى لي يسيرون تايلند من كثر ما انا يايست الليل البلاد
أعطاني الله يحفظكم موقع، موقعين، ثلاث مواقع وايد مهمات، واحد منهم مطعم واثنين مطعم تايلندي شيء طبيعي. هنا والله مدام جاي هالبلاد لا باكل لا شرق ولا غرب، كله تايلندي بتايلندي. ايلس ايلس قر 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 البتاع اللي اسمه ايه اللي باكل الترمس دل الدل دل الوقت الطويل. اقول لكم مطعم تايلندي يشكر عليه، هو اللي مودني اول مطعم هاي كلها، يقول لي هذا يبيع ويشتري فيهن كلهن من حيث جوده الاكل والموقع. زين هذا ثانيا بنعتني يسير مكانين. مكان الاولي من يخلص الساعه 6، من الصبح يبتدي لين الساعه 6 المغرب، 6 المغرب خلاص ما شيء، فسيرته لين الساعه 6. والمكان الثاني، والمكان الثاني الله يحفظكم يبتدي من الساعة 10:30 في الليل لين الفجر، من 11 غاية المتمني، الذروة الساعة 11. وهذا بعد من الأماكن اللي إذا تي تايلند وما تيها عبارة ما كأنك جيت، يعني من الأماكن اللي السياحة التايلندية تعزر عليك انك ان كنت سايح او تبى البضاعة الفلانية او من هواة التصوير وما جيت هالمكانين عبارة ما كأنك جيت تايلند. شيء وايد ضروري انك تسير. قلنا هل ان شاء الله، كان قال لي انت قصرت امس في الفود لاند، الفود معرض الاطعمة التركية، التركية هي التايلندية. قلت له جيت؟ قال لا، شيء ضروري ما أهم الأشياء عندهم في سوق الفواكه. هذا الرجال اللي خبز بالمرية اللي انت صورته، وعداله واحد يبيع آيس كريم، هذا اللي يبيع الآيس كريم انت ما صورته، هذا عنده آيس كريم مال كوكونات، آيس كريم ناريل. الناس تعنى من جميع حال، بيني وبينكم صورته لك جيته لكن ما توقعت انه قاوي. انا مش مأزمن شيء اسمي يعني ايس كريم مال ناري. قال لي احسن عن كل شيء في الدنيا العوده. قلت له لا حول ولا قوه، والله ان اليوم بيردني مخصوص الا على سبه. المطعم في وورد سنتر، هذا وين ارض وين معرض شو اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مره ثانيه وقف رابي بسم الله، شو هالحركة؟ وين؟ بعد مرة صلاح؟ يلا صلاح، يلا يلا تسبح حبيبي. الله العظيم صلاح ما أدري شو يا انطلق لسانه وحركات أرعى. هي والله نسيت شو كنت أقول. هي وورد سنتر هذا اللي عدالنا اللي البحر، وين صرت له انا، وين معرض المأكولات التايلندية، شيء مطعم فوق تايلندي تاي فود. قال لي ضروري انك تسير له، اعطاني حتى اسم الاكلات اللي انا باكلها. وقلت له ان شاء الله. قال لي تتغدى عندهم وتنزل وتاكل من الايس كريم هذا، وعقب الايس كريم شيء بعد جمعية أكبر سوبر ماركت في شنتية تايلند وكبرها، من أكبر سوبر ماركتات في الدنيا. قال لي هذا السوبر ماركت من أكبر عن سيان باراغون حتى بثمان مرات. خيبة أنا سيان باراغون ما شفت كبر سوبر ماركت ماله. قال لي أكبر عن ثمان مرات. عندك محسن اسمها سوبر ماركت؟ لا تطري حين لحد يصير قبلنا، لا تطري. زين تعرف لا سجل في ورقه. زين وقال لي وخلاف في الليل سيره هذاك المكان بعد الليل اللي بخبركم عنه. هاي الاماكن وايد ضروريه، وان شاء الله ان شاء الله اني اليوم بسير لهم كلهم، بقزهم قز اذا الله راد. هذه بارك الله فيكم من روائع حياه الشيخ زايد بن سلطان يا مال الجنه البارده، يا محتوي حسنات الاخصال، أطباع وسلوك لطيفة، قم سوي لي من البن فنيال، وضيف الذي تبغي تضيفه، يا نور عيني ما لك أمثال، ولا لي أنا دونك نكيفة،
رؤياك تفرح ضيقة البال وبسمة ثناياك الخفيفة. يا ما للجنة الباردة، يا ما للجنة الباردة يا أبو خليفة. محسن، أنت عرفت شو يقول لك الحين؟ لا صراحة قول له يا لحلالح يا دايما بعد مرة قول له لحلالوح لا ما اللمبي اللمبي؟ ايوه مش عارف كان بيقولها لعيدة مش فاهم انت يا مسلسل في التلفزيون يقول لك اللمبي. لا لا مسلسل شو يقول صلاح؟ يا لا مش عارف مش عارف كان بيقول اللمبي. انت متاكد انك مصري؟ ايوه ايوه صبح صبح هو صبح 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 انا عدهت لحد ما وصلت صبح صبح يلا زاهبين صلاح؟ لا لا جاهزين جاهزين ايوه كده يلا نسير والله. وين هذا؟ اسد اسد وين؟ اكو والله يلا جدي اسد يا بابا سويت عطر حق صلاح؟ روحت زين؟ لا لا ما حط لك عطر ولا لا؟ ثلاثة ابدي واحد من عند بدرية حط لك من عطر بدرية والله ثلاثة سيب ثلاثة انت تعطرت؟ اه من عطر منو؟ المزاريع لا تطري الا اسم هذاك العطر منو؟ المزاريع عرفت عرفت منو؟ المزاريع هي من عرفت منو؟ لا يا ويلك يعرفونهم من اللي اخر واحد متجهوي؟ من اخر واحد متجهوي؟ قول والله منو؟ منو؟ شوف تعال يا اسد ليش مخلي الدله طلقه؟ ليش ما سكرت الدله؟ لا انا توني مسكر توني الحين سكرت سكر ممكن بعدين شوف بعدنا اثنين نفرات في الشاي انزين ما بشاي قهوه انزين ليش ليش تخلي الدله طلقه؟ بابا انا اذا شرب غسل هذا اثنين ركبيني شوف مره ثانيه بعدين نفرات شرب دواء ايوه يا اخويا بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب كلها فيها حرف الراء وكله غلط هنعمل ايه؟ أضربنا كده مرة ثانية بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من دم ابن يعقوب بن يعقوب صليت هالرمسة ريدي صلاح؟ جاهز؟ أجول والله رقم واحد شوف شوف شو مكتوب شو ارفع فانيلا بانكوك بانكوك أي لا بانكوك وهذا أنا يا سلام يا سلام خوز وعنه خوز 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 يا سلام Good morning مستر صلاح Good morning بدكش توس صلاح بدكش تعال عدال محسن انزين صلاح شو تريك اليوم ما خبرتني ويا تخبر شو خبرك لا انت انت نحن ما اتفقنا اليوم لا تاكل بيض؟ لا ما اخذوا بطنك يا صلاح بطنك انتفخ من البيض عشد بعد باشا عشد بكره بكره غير زين؟ غير لا غير لا غير لا اليوم ما في بيض ما بكلش بيض كوفي اذا كوفي فوق ان شاء الله خبرني ابو شاء الله ما شاء الله علي مازيني اليوم اليوم روحي انا اسوالي بدا ما شاء الله حد يبدا عنا امر يا محسن امر ايه؟ ما يخليك ابو محمد حاسس انها من غير نفس اكيد استغفر الله العظيم لازم القهوه والله ويتر علي اجمل وين؟ سعودية شي هي هي حبيبي هي قهوة سعودية هذه هي ما تشوفها شقرة؟ لا ما أنا ما أريد والذي بطعمها متجهوين لين هذا منه؟ سعودية هذه إيه أنت عادي يعني ما في دبي؟ كل زين لا دي حلوة لا هي وبارات لا دي اسمه قل لي شكرا شكرا هذا يلا ثانك يو صلاح سويت له سبايديكا وين الحرمه ايوه بنسير الحينه
اور تور ماركت. وين قال؟ اور تور ماركت. لا لا اور تور ماركت. وما اعرف. لا لازم تعرف اور تور ماركت. نوك بانكت. انت تقول اور تور ماركت. انا اور تور ماركت. ايه اول تو ماركت. بسرعه. اور تو ماركت. اول تو ماركت. اول تو ماركت. اول تو ماركت. اصلا غلط انا عديت اور تور. شو اور تور؟ كور. اور تور كور. اتوكا. اتوكا ما شيء ماركت من الاساس. انا بكبره يبتلس الغلط. اتاتا هات. شو اور كور؟ اور تكور. أتكور. هبي يقول لك أمس تنسى الحزام. هي أنت ناس إنه ما طول الوقت صي وصي 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 وصي. بعدها هاي. حلو كده. تمام. لا أنت لين الحين ما عرفتك. منو أنت؟ علي محمد خريباني. والله والنعم. إيش حالك؟ كيف انت؟ الله شو هالف الجماعه فريجك عندك؟ نعم. تعرف كيف يحب الشباب يقول اخوي خالد لا تصورني. يقول ليش؟ يا اخي ما خبرت هالي اني في بالكم. قال لهم اني ساير. لا الامور طيبه. ايش حالك اللي يبداك؟ جايب علاج؟ علاج الف لا باس. زين 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 الله يواليك العافيه. تعرف الوحيد اللي قدام هذا؟ هذا. اي نعم. تعرف صلاح؟ خرباني؟ نعيمي هذا من هالعيد. عيد؟ عيد. ايه. زين في الفندق اللنتر او الفنادق الفايف ستار عندهم من تركب في التاكسي خذوا رقبتين اخونا وحددوا لك كم بيت عطيه وبس ومالك الا اللي ما تدفع الا اللي هم كاتبينه. هذا زين. ثانك يو فيري ماتش. ولازم عاد دهان السير. حب تقول ما قلت لكم. دهان السير عباره يعني كانك تصدق يعني هب ما بواجب. اعطيتهم ما اعطيتهم. الابتسامه موجوده والشكر موجود. بس نخبر عاد هاي البخاله نحن. 250 بعد. وانكلود؟ انكلود هاي واي. اوكي ثانك يو فيري ماتش. نحن سايرين الله يحفظكم احيينا هذا سوق الفواكه. سوق الفواكه مالهم. من نوصل بخبركم شو قصته، شو خبره، شو علمه. شو أوله شو تاليه باللي نعرفه نحن. أنا أحب أسير هالأماكن. متحف أبوي ما داني يسير متحف. الهرم ما داني يسير الهرم. سرت الهرم في السبعينات. من هاك اليوم ما بسير أنا هرم. أنا يعجبني أسير شيء مكان فيه فواكه، مكان فيه أكل، مكان فيه زهور حدائق. يعجبني أسير أصور أصنام، أسير أصور لوحات وتماثيل وما أدري شو. هذا الرسام ما أدري كبنجي وهذا الرسام فانجوخ. مين؟ فانجوخ. يتني معلومة أو يعني فيديو صغيروني واحد من الشباب الله يحفظه ما أعرف على الله يستر عليه منزل خبر عن عن فيلم تم تصوير 3 دقائق منه في أبوظبي. وهمني وقلت بخبركم عنه. الممثل العالمي الامريكي توم كروز. توم كروز اخر فيلم له اسمه الفيلم في اسم الفيلم المهمه المستحيله. المهمه المستحيله هذا من اجد الافلام. الفيلم الجديد علج ودخل ايرادات 200 مليون في اول اسبوعين او 10 ايام. يعني رقم وايد كبير. 200 مليون دولار في اول اسبوعين. لكن نحن ما بهذا موضوعنا. موضوعنا ان اثناء الفيلم في قفزة من طائرة عسكرية واستحالة حذف تصوير هالقفزة من الطائرة العسكرية. استحالة ان يتجاوز. ترى بعض الافلام اذا انك بتسوي فيلم يصعب مشهد يلغونه ويسوون مشهد ثاني او شبيه له. لكن الفيلم هذا بالذات القفزة من الطائرة العسكرية هذه استحالة حذف المشهد هذا لما هو في أهمية للفيلم هذا. وإن هالفيلم بدون عرض قفزة البطل اللي هو توم كروز من الطيارة هذه استحالة إنه يتم الفيلم أو تكمل جودته.
هم يبونه الفيلم ترى توم كروز اذا ما يكون هو مقتنع من كل شيء حتى الادوار الصعبه هو روحه يؤديها، لكن امتحنوا وين بيلقطون النوع هذا من الطياره، النوع هذا من الطيائر الحربيه وين بيلقطونه. سي 17 كانت هي الطائره العسكريه اللي مفروض يعفد منها على ارتفاع 25000 قدم توم كروز. لكن الطائرة العسكرية هاي سي 17 وين موجودة؟ موجودة في عدد بسيط من دول العالم، فلذلك استحالة ان الشركة الجهة المنتجة للفيلم انها تحصل الطائرة هذه، استحالة يعني لصعوبتها وندرتها. الجهة المنتجة تم تتفكر وين هالطائرة موجودة، وين هالطائرة، عرفوا انه موجودة، موجود منها في أبو ظبي الحبيبة. فنشت الجهة هذه المنتجة وكلمت الذراع الإعلامي العسكري لجيش دولة الإمارات في أبو ظبي، فشاوروهم نحن عندنا هالكيت 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 ونبى نصور دخيلكم، ترخصونا نصور، طلعونا صرفة. قالوا لهم أبو الجهة الإعلامية في جيش الإمارات في أبو ظبي انه ان شاء الله فالكم طيب، صبروا علينا بنتشاور برد عليكم. ما شيء بارك الله فيكم، غمض برج دقائق وياهم الرد السريع بعدم ممانعة جيش الامارات من ابو ظبي، بعدم الممانعة انكم انتم تصورون الفيلم عندنا وتحصلون الطائرة اللي هي سي 17، الطائرة العسكرية اللي هي سي 17، وفوق هذا بنعطيكم ابوي بعد طيارة من غير لجل الامن والسلامة، انتو طلبتوا طائرة واحدة ونحن ابوي ما بنعطيكم طائرة واحدة، بنعطيكم طيارتين، واحدة هي سي 17 تأدون فيها القفز اللي يحتاجها فيلمكم، ونعطيكم بعد من عندنا طائرة للأمن والسلامة. المشهد كان من أصعب وأقوى المشاهد اللي كنت مثلهن توم كروز على في حياته كلها، لأن الارتفاع 25000 قدم، فالجهة كانت وايد متحفظة على سلامة الممثل العالمي هذا، والمشهد لازم يكون على ارتفاع 25000 قدم. هذا تطلب أن الممثل توم كروز يجلس 12 يوم في أبو ظبي، 12 يوم علشان يكون التصوير موجود باحترافية، 12 يوم محاولة تصوير مستمرة يوميا علشان ينجح في تصوير 3 دقائق بس، 3 دقائق يجلس 12 يوم. الحين بتقولون شو الجديد في الموضوع؟ الجديد الله يحفظكم اللي راعي الفيديو اللي طرشوه الجماعة حقي أنا أو الرجال يعني مسج ماله هب حقيقة مطرش للوادم كله، لكن أنا عيبني الموضوع قلت أخبركم عنه. المراد فهمه أن الجيش الأمريكي كيف العالم هابت الأول وعرفت قوته وعرفت شو عنده شو ما عنده من الأسلحة، وكيف عظمة الجيش الأمريكي وتأثيره على العالم من يوم نحن يهال، ما تشوفوا الأول يوم نحن يهال الصواريخ والدبابات والجيش الأمريكي سار واحتل فيتنام وعزرائيل ولا لا لا، وهي لمان صدع وديانة إلها أول ما لها تالي. هاك الوقت العالم كله يرتي من يسمعوا طاري الجيش الأمريكي. الأول كنا نسير سيلمات يوم نحن صغار، أسير سيلمة الأول دورادو وسيلمة ثانية اسمها سيلمة المارية، هات سنين الأولية يوم نحن صغار، وفي مدينة زايد شي عدا بيتنا سيلمة بعد بيت حياة الصغيرة بنت الهادومة عدا لها بيت حوي عود، الحوي العود هذا فيه شاشة عود وبلية مش مسكر مش مسكرة السيلمة، ونحن نسير ونجلس عاد هناك نطمش على الأفلام الهندية والأمريكية كان ينعرضها فيها كل الحوي. إيه وإنك أنت تحضر أفلام هوليوود من هذه السنين أروح أنعمة شيء جميل يعني. فهذا بحد ذاته المراد فهمه أن قمة الذكاء
في اتخاذ القرار والموافقة على منح الشركة المنتجة للفيلم هذا القيام بالقفز على في طائرة تعود ملكيتها إلى دولة الإمارات، إلى أبوظبي الخير، إلى أبوظبي الشجاعة، إلى جيشنا وجنودنا وضباطنا وولاة أمرنا البواسلي على الله يحفظهم. هذا كم يسوى؟ كم يسوى هذا؟ روحه سوى دعاية إعلامية لدولة الإمارات، روح الإمارات ما تزداد، الإمارات أبوي روحها ما تزداد، لكن سبحان الله يوم الله يريد الخير يا إعلاميا دوليا تدفع الناس دولي من غير مليارات علشان الدعاية الإعلامية هذه، ودولة الإمارات حصلت أبوي شيء دقة رزج. هذا يسمونه ذكاء ودهاء وفكر من عدم النظير، ما شيء شراته. ذكاء هذا يسمونه الذكاء الإعلامي الخارق، ما بكل حد يتميز فيه. فجيش الإمارات اللهم لك الحمد، اللهم حفظ يحفظهم ويسدد إن شاء الله خطاهم ويبارك إن شاء الله في جنودنا في كل مناطق العالم لفعل الخير وفعل الشيء اللي يرفع سمعة الإمارات يا رب العالمين، ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين ويغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين في كل دار يا رب العالمين. توم كروز قدم رسالة شكر طولها طول وعرضها عرض لدولة الإمارات ممثلة في جيشه، أنكم أنتوا لو ما بأنتوا عطيتونا هالفرصة كان مستحيل يتم الفيلم الناجح. وتكلمت جميع صحف العالم في الدنيا العودة عن ذكاء جيش الإمارات وقوته وكيف أنه استقل الكرم بالدعاية. هذا مش شيء بسيط أنك أنت تحصل الرد والذكاء والأسلوب كله في لحظة دقائق وياهم الرد. يا الله يا رب تحفظ دارنا من كل شر وضر ودار المسلمين أجمعين. ترى وإظهار واستخدام الأفلام العالمية مش بس للسياحة والتواصل الاجتماعي، مش بس للسياحة، حتى لإظهار القوى العسكرية في الدول، شيء هذا وايد جميل وتفكير وايد منقطع النظير أصلا. منو فكر بهالطريقة؟ منو فكر بهالطريقة وبهالسرعة وبهالرد اللي هو بلمح البصر دقائق ويا الرد للشركة المنتجة؟ جزاكم الله خير يا أولي الأمر، أنكم أنتوا رافعين روسنا في كل محفل. وصلنا السوق وراعي التاكسي أبوي قالنا أنا الحين بدال ما أرد خالي ونحن متفقين ويا الفندق 250، شو رأيكم أترياكم بدال الساعة بترياكم ساعتين وما برد؟ اوكي جو باركينج جو باركينج. بترياكم ابوي بدال الساعه بترياكم ساعتين، ما عندي مشكله. لكن ابوي الله الله فيه، قلنا الفارق طيب، احنا متفقين على 250 ساير، بنعطيك ابوي ساير ياي اللي تبغى. قال اريد 700، قلنا الفارق طيب. How much you want؟ شيك هل البال 600 ترى طلب. اوكي نو بروبلم، ويل جيف يو اوسو جود تيب. بخشيش ما عرفت بخشيش هذا. أول شيء سويناه خطفنا ونحن خاطفين عند هل بالدوريان، خذنا عنا أبوي كل واحد أبوي قطعة فيه أبوي على الكرسي متهلع عليه عب من البارحة، من البارحة وأنا متهلع عليه. قال لي أنا الخبير اللي نعتني على السوق الخضراء، قال لي أبو محمد بتلقط عندهم دوريان لا صار ولا سوء، اللي هي فاكهة الملك هذه. شكر شكر ومعيون، شكر ومعيون. هذا الدوريان، هذا الدوريان اللي توه حطونا من اللي هي فاكهة الملك. والله أخذت لي قطع عود هنا مش أصغر من هذه، مطم التوه حقهم صلاح على شوية صغار أصغر. ها صلاح مزبوط رقم واحد قولها شكرا. معلومة وايدة من العرب ما تعرفها، هاي فاكهة الملك معروفة، وهاي المانجوستين. هاي فاكهة الملك مات من تاكلها لازم مات ما يبدن عليك المغرب ما تبات الليل قبل ما تاكل من المانجوستين. المانجوستين اللي هي فاكهة الملكة عندهم، هاي طقوسهم
هذه فاكهة الملك اللي هي الدوريان، وهذه فاكهة الملكة، ضروري انك تاكل منها. وهذا البرحي، شوفوا برحيهم، شوفوا البرحي، تبارك الرحمن تبارك الرحمن. هاي معلومة وايد الناس ما يعرفونها، الملكة والملكة. هي. وهاي من الفواكه في استراليا تتكلت منها، يعني شكر ريج، لكن ما اتذكر شو اسمها، حين بتخبرها. هاي الفاكهة تتكلت منها في استراليا العام، اول مرة اعرف انها موجودة عندهم، شكر ريج. اذا بغيت يعطيني فنف ما طاع ما شيء تيستر. أورتور كور، رابع احسن سوق في العالم من حيث الجودة وسوق الجملة والنوعية وأورغانيك، وسوق تتعامل معاه الأسرة المالكة عندهم، أجمل وأحسن فواكه في تشنتية تايلاند بالنسبة لتايلاند هذا، لكن عالميا رابع تصنيف، رابع أحسن سوق في العالم. وينصح كل إنسان يجي تايلاند أنه يزور هالمكان، من الأماكن اللي وايد ضروري إيها، اللي يبغي يشتري فواكه أو اللي يبغي يصور أو اللي يبغي ياخذ فكرة، هذا وايد من الضروري الواحد يوصلها السوق. هذا السوق شيء في منتهى الروعة، الحواطة فيه روحها متعة، سياحي بطريقة خيالية. أورتكور رابع أحسن أسواق العالم حسب تصنيف السياحة العالمي، ما أخذ رقم 4 من حيث الجودة. هذا التصنيف ما يعطى إلا من الشركات السياحية المعترف فيها دوليا، وأورتكور ما أخذ تصنيف رقم 4، يعتبر من أكبر الأسواق في تشنتيا تايلاند من حيث النوعية والحجم والشكل والطعم. سوق في منتهى الروعة، اللي تايلاند ولي هالسوق غلطان ثم غلطان ثم غلطان، ضروري انه يوصل هالسوق، وايد ضروري. اللي بتي ما بلازم تشتري من هواة التصوير، لازم يجونه اللي يحب يتشرع، اللي يحب يصور، اي كلها العالم اتي وتصور، المكان في منتهى الروعة، وياخذ العقل سياحي رقم 1. شوف الله عليكم، كلها أشياءهم طبيعية، لا فيها كيماوي ولا همك الله ولا هم يحزنون. هذا اللي يميز هذا السوق، اللي يميزنا هذا اللي قلت لكم عنه. سدك إلا البرح أنت، شوف الله عليكم. هذا السوق يعد من الأسواق العريقة عندهم، ويعتبر مزار رسمي للسياح والعالم والناس اللي تحب تعيش الحدث وتعيش الوقت وتعيش تعيش وقتها وتستمتع في الوقت. هو اليوم مدام، فكل شيء فنان بتلقطونه عندهم، خضرة بنوا حما شيء في الدنيا يعد ويذكر إلا موجود. الكسيف، الربيان بحجامه، انغارة، اليوبل، المدفة، كل شيء يخطر في بالك موجود عندهم. بلاد هم بلاد، انك انتي هالبلاد وماتي هالسوق اسميك ما فيك حاسية، ضروري ايون السياح باسات خلق الله ما خلق كلهم يطمشون. ها شوف الله عليكم، نعمة الله تبارك الرحمن، ربنا اعطاكم ما نسانا، ربنا اعطاكم ما نسانا. فيلم فيلم فيلم، ودك الا تستمتع الا تطمش. واه والجماعة بس اللي ميلسين، بس انتو يلسوا هالنمونة، شو تسوي صلاح؟ كلام كلام كلام، شو تقولون؟ والمكان هذا على فكرة من الأماكن اللي تنصح فيه شركات السياحة العالمية ان الآدمي لازم يزوره. من يوصل تايلاند لازم اتي، لازم انك اتي تشوف فضل الله عليهم، تشوف الله كيف متفضل عليهم بهالنعم. اللهم لك الحمد. دوريان ملك الفواكه،
دوريان ملك الفواكه اللي هذا هو. وهذه مانغوستين اللي هي ملكة الفواكه. مانغوستين ملكة الفواكه في النكل المغرب فقط. دوريان اللي هو ملك الفواكه ينكل سائر النهار. يقول لك في معادلة تسوي عندهم في معتقدهم في تايلند انك انكلت في النهار يازم ينبك لابق ضو. فعسب يبرد ينبك يا البنادم ضروري تاكل من المانغوستين اللي هي فاكهة الملكة. فتوازن الينب، الينب داخله يتوازن حرارة وبرودة، فتروم ترقد وتختل ختلة ما شي شراته لان انكلته رقاد ما بيجي لازم ينبك لابق ضو. فاكهة الملك فتوازن عمرك بفاكهة الملكة اللي هي مانغوستين. بارك الله فيكم. الفلفل بانواعه ما شيء نوع فلفل ولا ثوم ولا ها شو ثوم راس الثوم مقطرونه اظني هذا مميز عنده ولا شيء من هالقبيل اكيد. هلو مدام شو بقولكم؟ العيش شيء اسود شيء بني شيء حمر شيء ثلاث ترناك شيء بورنج شيء بورنجين. الحين الاول واحد في المقام يسمونه برنجين ما يندرب حي ومات طلع عليك مع العيش. اربع خمسه خمسه الوان اللي في مكان واحد. لا تم رزيم ها شوفوا بالله عليكم شوف الرزيم شوف رزيم الخباط شوف رزيم الخباط مازين مازين بلحه. لا تم ابوي رزيم لا تم كسيف لا تم يوبل لا تم منغاره كل هالدنيا ابوي موجوده عندهم تبارك الرحمن. ها شو بقولكم شو بقولكم ماشي في الدنيا العود الا هو موجود عندهم. يا الله يا رب ديمها نعمة حفظها من الزوال. شسيف بالسمسم شوف 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 ها صلاح ريدي ها يوعان تونا ماكلين هذا فاكهة الملك تاني ما كنت عقبه فاكهة الملكة يا الله يا الله بما معنى يلا فكنا من الصدعة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستر صلاح هاو ار يو ماي برادر تمام تمام نمبر 1 نمبر 2 2 يلا ثانك يو معتوم يقول لك ليحك الشرع الكل ياكل تبن ليحك الشرع الكل ياكل تبن يعني من عقب هالالوان لا تدور الوان في الدنيا العوده هذا عندهم الشرع شرعهم في تايلند البربل بدرجاته. شوف الله عليكم يا سلام سلم الدور 37 سايرين ابوي بنت قهوه يلا صلاح صلاح الحين ابوي مع الناس ولكني مع الناس مستوي عليه ظرف الحين بنخبركم شوف هلو هاو ار يو اميزنج هاو ار يو اميزنج اب صلاح تعرفه؟ هاي وجاب لي هني تمام يلا صلاح يلا صلاح احب بخبر هذا الريان بيطالع لنا تصريفه صلاح هو اللي اختار الطاوله هذه زين انا هني انا هني حبيبي انا هني تدي هذا ها هالدنيا ابوي كلها تحتك والله العظيم انها ما شيء شرات بلاد هالبلاد تعال جاي تعال جاي لك وين عازل عمرك وين عازل عمرك تعال حينه مع الناس قلت لكم ولكني مع الناس احب اخبركم شو صار صلاح الرجال يعني الله يحفظكم نسى تليفونه في التاكسي صح؟ والحل احب انزل تحت لان سياره التاكسي جايبين لنا اياه كابوس لابس كابوس هو؟ بس صلاح يعرفه الدريو انه لابس كابوس الحين بنخبر الفندق يكلمونه ويجيب تليفونك ترميت الكرت صح؟ ايه ترميت اللي في الفندق؟
عندك؟ بزي نفسك انت نفسك انت كنت شوف سبحان الله هذا الرقم الكرت اللي اعطانا اياه مستر الفندق وقته هذا الرجال وقفه يعني بيعرفه منه ويدق له تليفون بيجيب تليفون صلاح ثم حد الحمد لله لنا صلاح راتب من جدة صلاح 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 انت حاطنا في مخباك ايه اما هذا مع هذا ولا نسيته في الفرده الغرفه فوق لا تحت لا 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 لا. ها سبه ايه يا صلاح ما اشوف انا سوا سوا مو هذا صلاح يمكن نسيته في الغرفه انت سر 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 الحجر هات ايه اخوي على كات المفتاح انزل شوف الكارت الكار ايه الكارت ايه الكارت كيف إيه؟ كنت تعمل على الحب ولا كانت عشان انزل اشوف الموبايل بتاعك ترى هالطريق اللي نحن اللي ضارين نمشي فيها شوف القطار حين تحته الممشى وهذا خط واحد لبريج العرب اللي هناك مستشفى الامريكي ما مستشفى الامريكي هناك حتى اقل عن 700 متر يمكن 50 60 بناي ويجيك فريج العرب وين محطه نانا والطرف هذاك هناك المستشفى الامريكي والله اللي ما يعرف بيقول هاي نيويورك كلها ناطحات سحاب ها شو ما شاء الله انت صحي اول مره انت ضيعت تليفونك بحياتك ما ضيعت تليفونك كيف ضيع وين عقيته زين وكيف طاح هو حط معاه الوعاء حاط حزام كنت ايه زين بتبطل الحزام وطاح التليفون ايه ليه بالك ما شليت عيه بسم الله عليك أطفال جديدة ها؟ أطفال جديدة هذا مرة هي شو يعني؟ أطفال جديدة ما عارفك صلاح لا يسي هلا كسي أحب أدق لهم تيلهم خلي تحت يدقوا له تيلهون يصغرونه تعرف هالريال منو؟ شو اسمه؟ كيف ما تعرف؟ شو اسمه؟ سيم سيم صلاح صلاح من وين هالريال؟ من دبي يا وعم من دبي دبي ايه لو ساكن في الشنقة حبيبي ايه عامل ايه عدابة خالي محمد صلاح محمد بن خدية ناك ساكن عدابة قبل خالي وين طالت اعمالكم في اللونش وحين نازلين من الدور 37 الى اللوبي بناخذ بنكلمهم بخصوص تليفون صلاح كان بيرمون يطالعون لصرفه يكلمون التاكسي وبنسير نتمشى شوي سيان باراغون بنسير على الغداء على الساعه 7 7 ونص ان شاء الله. لا تبغى تزيد حبيبي؟ يلا نمشي. صلاح تحمل تفضحنا. يلا خلاص يلا 26 باقي دورين ها يا ود عمرك جين 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 تحمل تمام تمام ها ريدي والله حيل والله يلا وسيم يلا صلاح يلا يلا اربع 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 ما اقول لك حاجه الشكر يلا ماشي هانت هانت يا صلاح هانت يا عثرتنا صلاح يا ود عمرك عمال تفتلت يا ويلنا يا ويلنا يا ويلنا ها عشاء مورنين مورنين يحفظكم حينه الرمس واجبه تشرفت اليوم بحضور سعادة الرحمة بن حسين الزعابي شرفنا بوجود سعادتك الله يحييك يا خالد يعلى الله يحفظك يطول بعمرك يا ابو خالد يا مرحبا مشكور على هالزيارة الكريمة وزيارة لجت الصدر وفرحت بشوفك يعلى الله يحفظك الله يسلمك ويحفظك يا اخوي سعادة السفير انا وايد مبسوط اني شفتك الله يسلمك شفتك عدة مرات لكن انك انت تلاقى مع سفير ويسير عليك لين مكانك ويتقهوى ومن هالدلة العادي هذا روحه فخر وشرف لنا الله يسلمك يعلى الله يطول بعمرك يا سعادة السفير قهوة عامرة إن شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير كان عامر الله يفرحك الله يفرحك اليوم ودوم صلاح تعرف الريال؟ لا صلاح ما ليش صلاح ما تعرفه؟ دبي لا أبو ظبي سفيرنا في الكويت أبو خالد
سعادة السفير، أنا وايد أحب هالبلد، وايدين يقولون في أماكن مبزين، كل بلاد فيها الشيء الزين فيها اللي مبزين، شو من منظورك بالنسبة لتايلاند؟ بالعكس بلد طيبة وبلد عريقة تايلاند تعتبر. لسان يختار وين يريد. نعم. ما نحكم على أماكن السيئة نقول كلها سيئة، لا بالعكس، هذا اللي كان فيها سيء جزء بسيط، لكن البلد ما شاء الله فيها طبيعة خارج العاصمة، فيها مدن، فيها تستحق الزيارة. هي والله أنا وايد يوزلي. نعم. أبو خالد. نعم. لهالبلاد نظيفة وشعب راقي ومبتسم وذو خلق عالي، من المطار تعاملهم راقي لين توصل المدينة. هي والله سبحانك يا ربي. سعد السفير حين هالرجال اللي وياك أنا ما أعرفه، الأخ محمد أبو عمران صديق من الشارجة. ما شاء الله الشارجة. يا زيت لي الحب هناك كان عندك أنت. والله مرحبا، عرفنا بشوفك ووجودك ويزاك الله كل خير على هالزيارة. قهوة طيبة هاي صراحة. على الله يحفظك. ما توقعناها. هذا فضل الله ثم فضلكم. جزاك الله خير، مشكورين على الزيارة الطيبة. جزاك الله خير. وإكرامكم. جزاك الله خير. نحن الحين مود صلاح، نحن خربان. مود الحين متعكر. لو ما بالمود متعكر بتشوفه بصوجع. تليفونه تليفونه. تليفون وين؟ سيارة كرسي. والتاكسي لابس كاب. إيه. الحين بيجيبونه لا تحاتي. إن شاء الله. فراي ببطي تعال ابوي تعال. لا خلينا مك تعال لبي. تعال لا خلينا مك تعال. حين انت ابوي قال ما تبغى تصور، ليش؟ شو السبب؟ مريض مريض. شو السبب؟ لا لا مريض ولا شياته، صدري يدفع بمحمل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو السبب انك ما تبغى تصور؟ متلاقي وياك في عزة قوم الطاير ولا في بيتكم شعفار؟ في المكانين. لا اله الا الله. هي في ودي ند الشبه ومره ودي الثانيه في جميرة. في جميرة. أيوة. وفي بوظبي. بوظبي بعد. وفي العين. لا إله. في المكان. وفي الفجيرة. ما صدق عاد ولا تمزح؟ والله. أنت جلستك مبروكة يا خالد. لا خليت. والله العظيم جلستك مبروكة. حتى في تايلاند ما شاء الله في بانكوك القهوة دلت القهوة والرطب والتمر والفوالة بيض الله ويك. ويك أبيض يا الله يحفظك. بيض الله ويك. تشريف لنا ييك يا الله. بالاخص عاد انك انت صديق سعادة السفير، وهذا ابوك هذا انسان عزيز وله قدر ما يعلم مكانته الا الله سبحانه وتعالى. هذا صديق كم سنه حينه؟ حول من 40 سنه. ما يقول عمره كم؟ ما عليك. لا 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 الحين يستنس اسمع، انا صار تقول حق صلاح شو اسمه لا تجرب العيش صح؟ صح. زين ايش جرب العيش؟ انا بخير. كلكم تجربوا العيش. لا انا كنت اكثر عن صلاح مره في الاسبوع. ابنه يروم يودى العيش ابوي. العيش ابوي ما يتودى لا العيش ولا الفن ولا الطيب ولا الاصل واللي قبل هذا وهذاك الصلاه صح. كل هذا ما يتودى. لازم ابوي عين في قز خمير وقز محله، عين في الدنيا رب العالمين مسوي جنه ونار شلجله صح. هذه تبى وهي تبى، شو رايك انت؟ انا يا جماعه بقول لكم شيء على السوشيال ميديا، انا مثل خالد الخالدي ما شفت في كلامه الجميل. جزاك الله لسانه مو باللي يقطر عسل. جزاك الله خير. الكلام الاولي والرمسه الاوليه والاسلوب السنع الرمسه الذربه، انا ما شفت انسان صراحه يعني من اكثر الناس اللي لهم تاثير ونفوذ على السوشيال ميديا. كلهم الشباب ما شاء الله ما عليهم قاصر يا غير كل انت محب الانسان اللي يحب الوادم صح. اللي مدامك تحبه تشوفه بعين عدل صح، وانت هاي من محبك وانت انسان مود. الله يرفع من شانك ويعلم قدرك. الله خير. بس الناس العيون في يدك. مستحيل وين مستحيل عين عنجر ناس ما طلع. ما شاء الله 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 تفل بسم الله عليك. اي وين شوف كلينكس طايح لازم بيشله. نعم. مستحيل مستحيل. ما شاء الله عليك يا صلاح. عليك عليك باردة ما شاء الله. انتبه عليها. ها سعد السفير شي يقول لك؟ إيه؟ يقول لازم تنزل وزن. تنزل وزن. زين شاء الله. لازم صلاح. العيش وخف من الخبز. وخبز ما زي خبوس أول. أول. خبزان. من زمان يقول لك ما أكل خبز. أول. تعرف هاك منو؟ الفاني السماوية. هذاك سعادة السفير. سعادة السفير في الكويت. هذا اسمه حمر بن حسين زعابي. سعادة السفير ابو خالد هذا في سفيرنا في الكويت.
شفتي قال لك لو قالت لك قال لك شاطر وحشراتك هذا لانه هو شاطر تشوف الشباب اللي كبرك كلهم شطار فعلا الله يخلي لك اياه يطرح فيه البركه اذا اعتقد الله مع السلامه يو فاوند ذا موبايل والله ثانك يو فيري ماتش الحق صلاح موبايل صلاح هاك عند كل سات هنا هنا شوف صلاح مبروك ما بمصدق ما بمصدق ما بمصدق بالفرحه صلاح شفته مبروك 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 مستر صلاح يلا قم عاده شكرا فرحان لازم تعطي الدريو البخشيش دريو ولا هذا كوسيكورتي لا ما لا 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 جيب انا لا 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 عزمت معالي السفير وما رد عزيمتي والحين بنوديهم جدا المطعم هذا اللي خبرتكم عنه اللي هو هذا أكل تايلندي لكن هاشو العالم كلها بوية يتريون مكان نحن عندنا حجز لكن حق 6 أنفار وقالوا لنا تبون تطاول شوية أكبر تريوا شي شوية بنحاول ندبر لكم حجزكم حق 6 اشخاص لكن نحب نعطيكم شخصين زياده ووافقوا ان شاء الله ان الحين الامور بتتيسر وهذا هو المطعم واللي نعتني على هالمطعم هو اللي معرفني في تايلند محددني في تايلند معناته اكيد انه اخير عن كل مطعم جيت من قبل منظر خارجي للمطعم المنظر الخارجي للمطعم هذا ان شاء الله انه بتذهب لنا طاوله زينه ان شاء الله المطعم عود والله لكن منزور لين عينه ما شيء مكان ما شيء مكان منزور عالم خلق الله مخرج تفهم انا المطعم هذا المطعم المعرض هذا داخل الفندقنا وهذا المعرض مال تاي فود هذا نحن زين هذا المطعم خلق اللوم ما خلق فيه الزحمة هناك عند الباب اوكي what's our my order repeat it repeat my order yeah repeat your you can see so many yes I know yeah. over 10 over 12 now okay. we have millions of followers تعرف كل شيء مخبرينها Okay, let me know. Yeah. Repeat it. One soft shell crab with garlic and fish, tom yum shrimp, and deep fried sea bass with chili sauce. Stir fry female crab with black pepper, fried rice with crab meat, and deep fried shrimp. And stir fry shrimp with black pepper and Andaman lobster with yellow powder. And Andaman lobster with chili and garlic. Shrimp cake. And add burgers with oyster sauce. Thank you. You're welcome. منظر خيال ياخذ العقل. يسوى لك كتومان. هاي يوم يقولوا يسوى لك كتومان؟ هذا هو اللي يسوى لك كتومان. تبارك الرحمن. وين ما بتغدي الدنيا ابويا ظلمتن وحده لازم بتغدي ابويا ظلمتن وحده لا يبغي لي يوريا ولا يبغي لي تسميد ولا يبغي لي شيات ولا شيء بغيت الله منعم عليهم نعمه اللهم لك الحمد غير عاد ابويا نحن نفاز بشيء نحن ابويا الله مميزنا نحن عندنا سدر وعندنا لوز وعندنا نخيل وعندنا شيء وايد هم بعد يفتقدون يتمنون عندهم ابويا الصرم بانواعه ونخيل بانواعها والنوايع الفنانه ويتمنون الشمس الدايم لكن تجيهم ظروف بعد الشمس في الصيف في صيفهم جهنم في البقضاء
فكان يقول لك الدنيا الاماكن هاي فيها امطار وايده، فلذاك تغدي غبه غبه خضراء يعني ما زراعتهم ما تجيب هذه لا قيض ولا شتاء. سبحان الله شو الحفيرة؟ اه دافي اسميها بلاد ابوي عليها رضوان من الله، بلاد عليها رضوان. يوم يقول لك البلاد اللي عليها رضوان من الله هاي قاعد قال لكم اني انا بفتره والثانيه بنزل لكم شيء مقاطع العاميات، شيء مقاطع مالات العام، لاني يعني اشوفها شيء حدث فنان وغاوي ان نسوي له ريدايل اعاده او تحديث او شيء من الماضي. شيء الماضي كان في استراليا العام وبين فتره ثانيه بنظهره، يعني شيء قديم هذا اللي انا الحين اظهره. ما ادري ان شاء الله وصلت الفكره. احد طقوس اهل المطعم من تجلس ويا بولك هذا تغسل يدك، تغسل يديك باللومي ابدا قبل الاكل مرتين، مره قبل الاكل ومره بعد الاكل. مو صابون دكتور هذا ابو صابون من فيه. عفوا عفوا لكل المطاعم اللي كلت فيهم، عفوا اللي كلت فيهم قبل. هذا اللي تشوفونه قبقوب، قبقوب ابوي محشاي بالحمى وحاطينه بقرفه، بالقرف مال قبقوب. وهاي تشوفونها ام الربيان، وهذا قبقوب، وهذا السيباس. شيء ابوي اكل له اول ما لاخر، كل اكلهم طيب. عفوا للمطاعم اللي كلت فيهم من قبل في شنتيا تايلاند، مع احترامي لكن هذا ابوي زاد وغطى على المطاعم الاوليات والتاليات. شكرا يا راعي النعت، شكرا يا اللي نعتني على هالمطعم الفنان. اكل ممتع جيد ولذيذ وطازه وفي قمه الروعه، وبالاخص هذا مقلى تراه ديب فراي. وات ذا نيم فور ذس وان مدام؟ هلو وات ذا نيم فور ذس وان؟ نيم فور ماي اوردر ذس وان؟ This is the fish deep fried sea bass with chili sauce. Deep fried sea bass with chili sauce. Yes. And this one? And this is stir fry female crab with black pepper. Female craft, black crab, the black pepper. And this one? This is the Andaman lobster. أيوة. With chili and salt. أيوة. يعني أكلهم أكلهم. وطلبنا منك عيش ويا ربيع ويا شو اسمه ويا قبقوب. شو بقولكم أكلهم؟ يعني اللي حيد عمره ما بيوعان لا يطلب ولا يجي اصلا. هذا اهم شيء ترى عندهم، هذا اللي توها عدته نسيت شو اسمه، سيباس بالرمس اللي قالت تعالى. اوكي وات ذا نيم فور ذس وان؟ نيم ذيس از ستير فراي اندامان لوبستر وذ كاري باودر. لوبستر وذ كاري باودر، ريد كاري باودر. هذا عاد مقيم ايوه. هذا شو بقولكم شو بقولكم؟ شغلة تشوفون البرتغالي هذا البيض مال قبقوب، أسمتين القبقوب يقولون يختارونها أنت. هي لازم أنت اسم الطلب ليد شثنة فيميل حرمة فيميل كراب، أسمتين كلها بيض. This is your card. Okay. Now I need the could you open it to show the people? How many branch you have? We have about 14 to 16 branch. Hey, in open Bangkok. It. 16 فرع لهم. In Bangkok. في بانكوك روحها 16 فرع. And also we have in Chiang Mai 2 branch in Chiang Mai. Uh-huh. In Udon Thani, in Khon Kaen. Next month? Next month, we are open the new branch at Phuket. Phuket? Yes. Good. But really very good food. Thank you very much. From today, I will forget any place I eat in it all my life. In Thai food. Yes. Thai food, I found here the best place. Yes. The best, very tasty. And the atmosphere, you are right. Yes, you. Thank you for your we help. Enjoyed us. Our service. Yes, yes. What and wonderful. With our food. Yes, wonderful. Thank you very much. Thank you very thank much. Thank you.
الحمد لله رب العالمين. الغداء وتغدينا هو غداء وهو عشاء وغداها عشاها. الحين سايرين الله يحفظكم عند اللي قلت لكم هاك اليوم سرت وما وحالي أصوره اللي هو مال الاسكريم ترى هبه هني طرف ثاني. نحن يينا حين بالجلبي نحن يينا الجلبي هذا وين كنا نحن فوق شوفوا طرف هذا وهذا اللي جيناه من يومين اللي هو مال مهرجان الأطباء التايلندي هو نفسه ما تشوفون الحين نحن جايين على اساس ان نحب ان نتلاحق عمارنا وانتم جيتوا قبلنا ليش سمعتك تتكلم انا عشان جي انا ما اخبر وين بسير شفت شيء غريب عجيب طعمتي فنان ولا لا غاوي الله يخليهم ان شاء الله هذا هو ايس كريم الناري هذا حين نحن طلبنا اثنين ايس كريم ما بروا وهذا هو الناري هذا هو ايس كريم الناري يا سلام نبروم نبروم ناكل على واحد واحد شد ما حد يروم والله سلام هذا ابوي هذا بارك الله فيكم ايس كريم ايس كريم الكوكونات الكوكونات هذا صوب خالد ايوه يا سلام ثانك يو فيري ماتش صلاح بسيرون يلا مع السلامه لا 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 لا, لا احسن منك طريق هذا الاولي لان احنا هنا فيه من فوق ها يلا باي باي محسن روح نزل نزل صلاح وياه محسن رتبه من فوق الدرى يورد انا بترياك كم يا توه الرد توه قبل شويه يا انا مسج قال صلاح اللي اقصد الصبح شو كنت تقول الصبح لح لح لوح اي اللح 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 لوح هذا انا قلت اللمبي يا التصحيح الحين من حد المتابعين يقولون ان صلاح ما يقصد عادل امام يقصد عادل امام اللي مع لبلبه اللي مع لبلبه الخط 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 فيلم الخط تتذكر يوم يلبس حرمه ايوه ويصير مش فاكر المشهد يقطع الكهرباء صح ايه هذا قوي اجوش شو ونحن انت اسطوره واحنا مش عارف باك كلونك كلاك باك كرونغ كلاك كرونغ مش سوري باك لاك اوكي باك كرونغ تلاك باك كلونغ طلاق. Yeah, good. Back long طلاق. Yeah, really good. Thank you. Okay. نحن سايرين بهالمكان. Back long طلاق. Yeah. هذا أبوي سوق الورد المركزي مالهم. أكبر مركز لتجمع وبيع الورود بالجملة. في جنتي يا تايلند. بنوصل بنعطيكم الأخبار والسوق هذا يفتح 24 ساعة لكن الذروة وأنسب وقت له من 11 لين 5 الفجر يوميا من 11 لين 5 الفجر انسب وقت له واحسن وقت لبيع الورود بالجمله وان شاء الله بنوصل بنعطيكم التقرير ب
بنخبركم عن البنت وبنت البنت. بكرة إذا الله جعلنا ملحيين بنزلكم مقطع بعد مع زيارة العام ملبورن. في ملبورن ظهرنا مكان غاب فجة بينه وبين البلاد، لكن يوم وصلنا ولأن العنوة كلها ثرى بس اللي حق كنغر وتشوف البلاد من العلو. وفيديو متابعني دقيقة لو دقيقتين بكرة بنزله. ليش أنا أنزل حين هالأشياء المالات العام سيرة استراليا؟ لأنه في شيء مكرر ينزل، أتيني بوستات نفس طريقتي في الرمس ونفس الكلام ونفس دلتي ونفس تلجيمتي ونفس فنيالي ونفس رمستي ونفس القوري ونفس كل شيء، يعني حد بسوي كوبي بيس. فلذلك اللي يتحرني أنا أطالع على حد ورمس، لا برويكم الأصل وين والتقليد وين، وين الأصل وين التقليد. ياركم الله وأنا أموري طيب الحمد لله ما عندي مشكلة، لكن ما يعيبني حد يقول لي والله أنت تطالع على فنان وترمس لا، ولا علان وترمس لا. أنا راعي سير هو يجي شاهدة صور والعالم وفيديوهات والدنيا والرب العرى تدريبي من يوم أنا أبوي 14 سنة، ولد 14 سنة راعي سير وعيي من يوم أنا ياهل أقز الدنيا كلها، الدنيا كلها ميكونوس سار لها في الثمانينات، ميكونوس هاي اللي في إسبانيا يسمونها برشلونة 86 أنا ساير و85 وديتين صرت متى هذا؟ كل عمري 15 لو 17 سنة، من يروم على هالسواية؟ ما حد يروم، دايم شديد. هي والله فحين اللي يقولون انه يعني انت سيرك وياك خفت شرب، امسات جاي من لندن وقبله جاي من اليابان ولي قبله جاي من ما ادري وين، وترتر ما خلي بلاد تعد وتذكر من يوم انا. فالسير ولي يا ابوك ما تعيز حد، ترى اللبيزات البيز ابوي ترم تظهره من وانت مغمض يا البنادم، ما بيغلبك السيرة ويي ترى شو بتسوي انت؟ بتدين انا ولا بتحين؟ لا بتدين ولا بتحين، ما تسرت انا بدين لا من استويت اسير وي واموري طيبه والعرب والعرب كلها تدريبي، يعني ما شيء جديد ما شيء اخبار شيء حديث توه محدث نعمه ولا شيء توه طايح مثلها حل وطار تو طاير، لا حل وطار من سنين. فاللي يقولون ان يعني التبطير والبطرة لا لا لا، البطرة ابوي راعيها معروف وراعيتها معروفة، انا يبقى من سويت اسير وي وعد خطاي انا وكان حد وياي ولا روحي ولا سير فردي ولا ويا حد، من ربي خلقني راعي سير وياي بشي جديد. أنا حتى الكونكور طرت بها من مطار البحرين، طرت في الكونكور الثمانينات أتوقع ويا المعازيب، طرنا الطير الغاوية من مطار البحرين مجموعة عندي ميع الصور لكن الصور كلها جماعية ما شيء روحي ولا بظهرهن. شفتوا هالصور اللي قبل شوي حاطنها هاوية جماعة أسرة من اسم دول مجلس التعاون، طال شيء اللي ويا أمهم أنا كنت أو خالتهم قال لي خالد هاي الصورة مع سنين نعم تقضي بها ومن أرويك عندنا هالصورة، لكن يوم بتحطها حط شيء غطى صورة الأهل وأظهر صورك هاي يوم اللي تبقى أكثر من 37 سنة في لندن، منو هالسنين يصير لندوي من لندن؟ ما حد يصير وي أصلا هاك الأيام هاي القوم يا عيال الحلال المراد يا اخوي شكله تابين فين؟ انا بتجي على حد عشان انا بقول الرجال باطي هي والله مالك تابين هي والله امس شفنا شكلك مو رجال شفته 5 ايام ورا بعض او 4 ايام كل ما يجوني سلام عليك ابو محمد شو هالصدفه انزين واصور وياه ونسولف يا اخي شكلك تعبان شكلك مو قد تعبان مال شو؟ قد الحصى اكل ورقد وانا شو مسوي علي تعبان؟ تعبان ولا عندي خبر بس ما بلاقى طرمسه هو يقولها من يجي والله شكلك تعبان انت وين تعرفني وين شايفني انت قبل تسلط علي سياقه من يشوفني يعني يربع
تليفونه وشك ابو محمد بنصور، قلت ان شاء الله علي من يوم حنصور، شكلك تعبان ابو محمد يا الغالي تعبان، كاد الحصى ولا كاد الملح ملحت عينه اللي بالي. وعلى فكره كلنا فيديوهاتي سفراتي هالسنين كلها هالاربع سنين كلها نبوي موجودات على اليوتيوب، كلها اي بلاد اسير اسجل كل لا تصير خلي انت البلدان اللي اسير لها، حتى في ابو ظبي هالستوريات مال اليوم الحين مثلا اسوي لي داونلود كامل اخر ليل ويجمعهم مال 10 ايام ولا 20 يوم ولا 5 ايام طول فتره السفره، من اوصل زقاره الخبير رفعهن على اليوتيوب، وقال لي علمني هاك اليوم كيف يرفعون على اليوتيوب ونسيت، لان شيء عندك كم من حلقه هم قبل عشان نسميهن ونحط لهن ترتيب واسامي وهذا نعدهن في اي تاريخ كنا اي يوم كان يعني من هالقبيل. يا ويلك من الله يا ويلك من الله يلي في هالبلاد وما تطيح هالمكان الفنان. شوف الله عليك، شوف الورود، شوف الدنيا، شوف كم بتتروح كم بتتروح وكم بتقول وكم بتشوف وكم بتطالع. اسمن اسمن ولا ريحة الفوعة وريحة ماشي ماشي ريحة عطر في الدنيا ما أروحها وحين ولا ماشي. هذا خاطف حداد يقول ماشي ماشي قرب الله هاي شو ما شاء الله الورود. هذا أبوي أكبر سوق ورد في الدنيا العود. يلا شوف كم بطالع كل هذا ورد. يبتدي الساعة 10 ويخلص الساعة 6 الفجر. تشوفونها كل ورد على مد النظر ها كلها ورود. ها كم بطالع كم بطالع وكم بتشوف ها شوف الله عليك شوف بطالع كم برمسكم كم بقول لكم وكم كم بتكلم كم بتكلم يا ابوكم بعد انيها 24 ساعة عشرة خمسة مستحيل اوصف ربع اللي انا اشوفه. شو بقولكم شو بقول كم بطالع وكم بصور لكم وكم برويكم وكم وكم بشرح وكم برمس وكم بقول يا رب البيت والحرم. شوف شوف نو وبل يجني هذا كله الورد بودرته نو وبل يجني نو وبل تراها ملقوط وحده 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 ملقوط. شوف الله عليك يا ربي يا هي دنيا يا هي دنيا بدقة رج 20 بات 20 بات يعني ربيتين كره حب جفير. هذه أبوكم مرحلة يسمونه مرحلة الأول في الحساء هاي يسمونه مرحلة التمر. مرحلة التمر فيها أربع تمنن المن ب16 من مالنا نحن هاي الأول هن مو نبيع السح في الحساء بالمرحلة يسمونه من الحساء. شوف الله عليكم ترى كله طبيعي ها كله طبيعي شوف سبحان الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحان الله ما زين هالوردة ما شاء الله شو ما زين هالوردة شو بقولك أشكال ورنا هي والله عليكم شو كود بكود كواويد هذا متى بيخلص ها شوفوا هاي بعد ورود هذا روز روز ازم 30 روز من الصغار هذا روز مقير وهذا شو بقولكم ها يا ربي شوف ما شاء الله يشتغلون صبح ومساء يشتغلون هذا ابوي اللي بيعيش اللي بيعيش اللي بيعيش ما حد ابوي التكالي متشل على غيره كلنا ابوي قابض المهره
هم حليل. يا ربي يا السيكل يا عثرك يا عثرك السيكل يا عثرك السيكل. شوف الله عليكم الروس تبارك الرحمن. أزهار الأوركيد كلها أوركيد. أوركيد بأنواع، كل مكان له زهرة معينة، له أشجار معينة. يا ربي كم بطالع كم بطالع. شوف الله عليه كل أنواع الأوركيد. يا ربي شوف الله عليك. وقف محسن، وقف هني، وقف عندك. شوف الله عليكم. شوف الأوركيد ألوانه، شوف ألوان الأوركيد كم لون، شوف كم لون بلون، كل أوركيد. سكت عادة، هذا مسكت، هذا اللون الطاغي. يا ربي منظر يشرح. ها؟ ولك منظر يشرح القلب. هي والله منظر يشرح القلب ومنظر يغم الناظر. هذه بعد أوركيد. شوف والله عليك ألوان غريبة عجيبة، ألوان غريبة عجيبة مش موجودة في الدنيا العودة إلا عندهم. شوف محسن إيه نوع بطل ده ولا شيء؟ لا الله يكرم. ايه؟ وصل لي؟ هلا أخبركم عن الفندال. فندال حمر صغيرونه كاير. شكر ريج. عليك. شت وحدها. شو ما زينة. سبحانك يا رب. لا عصمتي الناتي. Thank you. Back. كولونج تلاك. أكبر سوق لبيع الأزهار والبرود في تايلاند. يبتدي البيع في من الساعة 10 في الليل لين الساعة 5 الفجر. يوجد في جميع أنواع الزهور الطبيعية بألوان غريبة، شيء لا صار ولا استوى، شيء بالعظمة. تخيلوا كل لفة من هاللفات فيها بين 50 و100 وردة. دقة رزق، بيع الجملة، بيع اللص بخلص يسوونه. وايد جميل وشكله في منتهى الروعة وأرخص عن الماء ينباع. ألوان عندهم غريبة عجيبة ما توجد في أي بلد في الدنيا العودة. ينصح بزيارة أي إنسان من زوار تايلاند مفروض أنه يجي ضروري. كان بيبيع ولا بيشتري ولا من هواة التصوير ولا يتفرج ضروري يجي هالسوق. ما ببعيد من وين نحن ساكنين من عين الماء، نوصل 5 دقائق. شيء قمة في الروعة وفي الجمال وفي التنسيق، شيء لا صار ولا استوى. الروز جميع ألوانه موجود عندهم، جميع درجاته. مثلا الوردي عندهم الوردي اللي افتح وافتح 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 لين توصل الى درجة الخمري، والخمري اللي اغمد واغمد لين قريب الى الاسود والبرب. شوف اقولكم شيء عجيب غريب وبدقة رزجة. اقولكم رخص التراب الورود عندهم. دخلنا المحل هذا وشاورنا راعي، قلنا ممكن نصور؟ قالوا ما عليه بكلمة منونية. طرب الله عليكم. شوف انت الورود، شيء بالعظمة، شيء جميل قمة في التنسيق. سبحانك يا رب العالمين. أنا روح من استويت وخلجت ما شفت هالنمومي. المشكلة إن رخص الماء. تعرفون شو بيوراسب الحين عندهم؟ الحين بيكون عندهم عيد الأم اللي هي عيد الأم العادية وعيد الأم الملكة مالتهم الحين أسبوع هذا، فبيستوي 4 أيام. فسعر الورد اللي مثلا بات بيستوي ب5 بات، 5 أضعاف القيمة الحقيقية يرتفع سعر الورود. والسبة لعياد عيد الأم وعيد الأم الملكة. هذا ترى شيء جميل هذا التنسيق عندهم. هم ناعمين وفنانين، في قبعد ما بيستوي سمانهم فنان، كل شيء فنان. وهذا بعد مقيف. شو بقولكم
شو بقول وكم بوصف وكم بروي، شيء لا صار ولا استوى. سبحانك يا رب. والله اللي ما يدري ويشوف هالنمونة يتحرى هذا كذيبه، وهو كله صدق، كله صدق. سبحانك يا رب، سبحانك معظم قدرك يا رب. كم طالعين حكينا هذه روحها فيلم. شو قال بعد الله عليكم، يفلونها فلاي. هلو مدام خوز، عاد خوز عن الرجال. هاي يفلونها، ها يفلونها، يفلونها دين. هاي ايوه حطوا، شوف الله عليكم دين يظهرون خمرة راسة. شوف شيء كذا لون منهم، هذا فلون. هاي الباقة بباغته، كل باقة بباغته. ها شوف يا رب، ها شوف الله عليكم. هذه بعد نفس النوع لكن هذا لون غريب. شيء جميل سبحانك. رابطينهم متيمين عيد اللم، عيد اللم متشاراتنا يعني. يا غير عيد اللم تيم مال في تايلاند، غير عن عيد اللم مالنا نحن في الدول الخليج او في الدول العربيه يعني. رابطينه مع عيد ميلاد الملكه، مع عيد ميلاد الملكه، فيستوي العيد عيدين، فيستوي اربعة ايام اجازه عندهم، اربعة ايام اجازه. كله صدقي هذا، ليه تشوفون ابوي كله صدقي، كله صدقي، ما شيت الذيبو، كله صدقي، كله صدق. هاللي تشوفونه، ها لكم عين تنظر، كل ابوها صدقي، ها على مد النظر، على مد النظر. واحد من الربع يخبرني عن حرمه يعرفها، يقول والله يا ابو محمد ينهيت واتفقت مع احد التجار في سوق الورود اللي هني موجود، عقب ما اتفقت وياه حق عرس بنته، سووا لها ترتيب الكوش بالدنيا كله، بالمال معازي مال الطاولات الهدايا الاستقبال كله كله، وشحنوه بدقة رزق بهانس، ما كلف حتى 20,000 درهم ما وصل، حق عرس عالمي لا صار ولا استوى. شاتين ابوي الكوش بالطاولات المعازي من كثر الورد، يوم يقول لك رخص الفرض ودينوه، حاطين حتى على كراسي المعازي ورود كل من هالسوق، حتى 20,000 يقول ما وصل. حباقتين عندنا من هالستاندات ب20,000 و15,000 و30,000، ما يجي حتى فيها 100 ورده، يعني 100 ورده 50 درهم. والله اني بغيت يخبرني منو هي الحرمه هالباهسه، احنا بوت ما قوات رمتي السكين لين تايلند وتاخذين ورد، ورد مزار طيار حق لا ولا الشحن تكفلت فيه روح الشركه مالت الورود. والله هاي بصرة، بصرة غرب الله تمقواها. ولا الشركات السياحية تنصح أي إنسان إيه كنت يا تايلند ضرورة زيارة السوق هذا اللي هو سوق الزهور الليلي، سوق الزهور والورود الليلية. هذا يوصل أبوي يبتدي السوق من الساعة 10 في الليل لين الساعة 5 الفجر. ها على ما تشوفون جيت ودرعمت انا، لا شاورت ولا شياته، يا انها افتنت علي وراغتني، ولا انها قالت لي مرحبا وسهلا، ورد بني. شوف الله عليك، سبحانك يا رب تبارك الله خير الخالقين، اللهم لك الحمد. ها هذا القرنفل، ياك اليوم هذه بقرنفل وقرنفل، هذا القرنفل سبحانك يا رب. محمد مساك الله بالخير والنور والسرور والورد المنثور عليك وعلى اخوي صلاح وعلى حبايبك ومتابعينك كلهم، اخوك ونسني كيف حالك شخبارك، ما شاء الله عليك مستانس في ربوع تايلند جاباك تستانس، البارحه مدلنا سوق الخضره والفواكه والاشياء الجميله، يا سلام عليك
راولة بانكوك، راولة بعيونك، أنا مو المصر تايلاند ولا مرة سرت، فراولة تايلاند عشان ينزورها حبيبي. طمني عليك، طمني على صلاح، سلم عليه سلامة كثير، قول له أخوك ونسني الكينج يسلم عليك. أحبكم كلكم، دير بالكم على عباركم، وباكم تبدون البلاد بخير وسهلة من الأكل.